شكلها كده بفيزة على تاني. اطلعي بره. جيتي في ميعادك مظبوط. كنت عارف اني جاية. ها؟ ما انت لو كنت اتأخرت شوية السوق كان هيخرب، ولا انت شايفة ايه؟ شايفة انك ولا مجنون ولا مستبيع ولا حتى الاتنين. انت حد عارف كويس قوي انت بتعمل ايه، لكن اللي ما تعرفهوش، اللي ما بيتخدش برضايا، مش هتعرف تاخده غصب عني. لا، ما انا خدته خلاص لما جيتي لي لحد عندي برجليكي. فودة ان انت عايز تركب مكانه بيكبر السوق، ما بيخربهوش زي ما انت بتعمل. اللي يحضر العفريت مش قادر بس يصرفه، ده يحرقه كمان. ومحسوبك بقى قادر يولع في الدنيا دي قد اللي فاتت 10 مرات. سوق جديد، مش فودة بقى والسكرتة والحاجات اللي راحت عليها دي. واضمن ولاءك ازاي؟ عيب عليك يا مدام. الكار بتاعنا ده لا فيه ولاء ولا فيه عبير. الكار بتاعنا ده اللي بيحكمه القرش. وطالما في قرش والدنيا حلوه هنفضل حلوين. بس خلي بالك، انا مش زي فودة. انا اللي بيزعلني بوجع. وانا شيء. بس أنا اللي بيزعلني بيزعل من زعلي. طب هو يعني يا أحمد ما ينفعش تكلم الدكتور ولا تستسمحه يرجعك؟ استسمحه؟ إيه شغل الخدامين ده؟ أنا دكتور صيدلي، تناسي ده ولا إيه؟ طب خلاص ما تزعلش نفسك، أنا كنت بس بحاول أتكلم معاك. تكلمي؟ كفايه كلام بقى لحد كده. واللي احنا فيه ده كله بسبب كلامي. بسبب كلامي؟ وانا قلت لك ايه يعني؟ مش قعدت تزني في الفلوس والشغل والزفت لحد ما اضطريت اخش في القرف ده كله عشان اعرف اكفيكي؟ وانا لو قلت لك تشتغل في الغلط؟ كنتش قدامي غير. يبقى ما تلبسهاش فيا، ولا انت ما بتحبش تشايل روحك لازم ترمي على غيرك؟ ما تكلمنيش بالاسلوب ده. وما انا اكلمك بانهي اسلوب يا دكتور؟ ما انا حاطه جزمه في بقي وساكته ما بتكلمش، وانت مضايق عليا وكاتم على انفاسي. ولا بنت عادي مش مشكله فوتيله، لكن تشايلني حاجه انا ما عملتهاش؟ لا عندك بقى، ولا انت كل الناس عندك ولاد كلب غلطانين وانت ما بتغلطش؟ عندك حق، انا استاهل. مصلحه ايه دي اللي تخليها تجيلك لحد اوضه نومي؟ ما كنت واقفة قدامك، ما سألتهاش انت ليه؟ وبعدين هو في ايه؟ هو اللي رحت لها ولا ايه اللي جت؟ كنت عايزين اعمل ايه؟ ما هي دي المشكلة. بص يا بوشي، اللي بيني وبين موجة شغله بس. هتحوري بقى وتدخليه في شغل غيرة ونسوان انا ماليش فيه. حليني منه الكلام ده. اصل انت متعرفهاش قدي. ما تشتغلش معايا يا سيد. صدقني ده عشان مصلحتك مش عشاني انا. يعني ايه؟ يعني ما اشتغلش معاها؟ ما ينفعش. السوق كله تحت ايديها، هروح منها فين؟ بعد اللي حصل النهارده انا اللي خايف عليكي منها. يعني ايه؟ يعني موجه خلاص حطيت في دماغها، مش ترضى ان انت تشاركيها فيا ابدا. انا شايف ان احنا نفضل صحاب، صدقيني ده عشان مصلحتك. خلينا نبعد شويه. هي اللي قالت لك كده؟
ده انا كنت موتك وموتها. سيد انت ما تعرفش انت بقيت ايه عندي. ما ينفعش تسيبني. طيب طب خلينا نتقابل في اي مكان غير ده، بلاش هنا خالص. مش هينفع بوشي، مش تفرق كتير اي مكان تاني زي هنا. بس مش عايزك تخاف، انا بعمل كده عشان اسمعي الكلام. انا مش عبيد عنك، بس خليني نبعد شوية وانا هطمن عليك من وقت للتاني. ودي حاجة بسيطة بقى لان النص لما يشرف ان شاء الله. يا دلوس عين امه حبيبتي يا ميسا، الهي ربنا يكبر بخاطرك يا اختي ويسلم خطواتك يا رب. تعيشي يا اختي. انا كنت حامله هم مشوار زي ده، كل ما انوي معلم يردني بيقول لي ابدا ما انتش متحركه من مكاني. يا وليه خايف عليك وحافظك خايف عليك كده لغايه ما سيد الناس يشرب، بعد كده اقسم بجلال الله مالك غير الصرمه القديمه. يا لهوي. يا حبيبتي يا ميسا تسلمي لي يا حبيبتي، متشكره قوي. شايف يا معلم؟ شايف حلاوه نقاوتها؟ اه امال اهو انا جبت لك لغايه عندك اهو، اكتبي بقى اللي انت عايزاه في ورقه وهي تجيبه لك كله. وانت تطمني برضو حلاوتك موجوده على كل مشوار، حدي كرشين ساخ. يا لهوي ده انت صارف بقى. لا يا اخويا لم ايدك، انت جاي لك عيل. ان شاء الله ان شاء الله. يا وليا ايه بتقومي تعملي صاحبتك كوبايه شاي ولا حاجه؟ ايه البخل اللي انت فيه ده؟ حاضر يا اخويا حاضر. بالراحه يا اختي. يلا يا اختي. بقول لك ايه، كلمتيه؟ لا والنبي يا عم سلطان فكنا انا من الليله دي، ده انا لسه بتكلم معاه لقيته هب في وشي وفرج عليا اللي رايح واللي جاي. كلمه انت يا عم سلطان، ده حتى تربيه ايدك، ولو ما سمعش من الناس كلها هيسمع منك انت. ما انا كلمته ميسا بس هو مسطر لي الطرش، واضح كده ان كلامي ما بقالوش حاجه عنده. وانا مش حامله غضبه تاني، انا ما صدقت لبست الدبله دي في ايدي. خلاص يا ميسا انا عملت الواجب اللي عليا وفطمتك وانت حره بقى، بس بعد كده ما تجيش تنوحي في البرنامج بتاعي مرة واحدة. طب اطلبي حاجة خفيفة شوية يا رحاب. لو حتى يعني تحت التدريب حضرتك، أنا مش عايزة فلوس، أنا عايزة بس أتعلم وأدخل الكارير. للأسف ما ينفعش، أنا معايا كتيبة معدين بروفيشنال بيجهزوا لي كل حاجة، وده مش مجال أجرب فيه حد ما معهوش سي في كبير. أنا آسفة يعني إن أنا فرضت نفسي على حضرتك بالطريقة دي. لا 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 ولا يهمك. بصي أنا عاجبني حماسك جدا يا رحاب وعايزة أساعدك، لكن في سكة تانية ممكن تنفع فيها. اللي هي ايه حضرتك؟ لاير تاني في الإعلام. صحيح هو مش متشاف للناس لكنه مؤثر جدا في صناعة الخبر. تحت أمرك طبعا. بس ده مش قعدة مكاتب ورحرحة، ده محتاج لتعب بجد. التعب مش مشكلة يا أستاذ عادل، ما أنا كده كده بتعب. بس لو في الحاجة اللي أنا بحبها هيبقى لها نتيجة. ماشي. خدي الكارت ده بتاعي خليه معاكي.